صباح الفل على كل حبايبنا الاهلاويه، معاكم احمد عصام من ملعبنا الاهلي والسلام، وحلقه جديده من برنامج يلا يا اهلي. ماتش النهارده ان شاء الله هيكون قدام سيمبا التنزاني الساعه 9 بالليل هنا على ملعبنا الاهلي والسلام في الجوله الاخيره من مرحله المجموعات لدوري ابطال افريقيا. طبعا ماتش النهارده ان شاء الله هيكون تحصيل حاصل لان الفرقتين اتاهلوا بالفعل للدور الثاني، سيمبا التنزاني في المركز الاول والنادي الاهلي في المركز الثاني بصرف النظر عن نتيجه ماتش النهارده. يلا بينا. ماتش النهارده هيكون تحدي خاص لمستر بيتسو موسيماني ولاعيبه النادي الاهلي، خاصه بعد الماتش اللي فات قدام المريخ اللي ما قدمناش فيه اداء قوي وخرجنا بنقطه واحده بعد ما تعادلنا 2-2 في الوقت القاتل بهدف رائع من ياسر ابراهيم. ماتش النهارده طبعا مش محتاج فيه فوز او تعادل او خساره او اي حاجه، يعني مش هتفرق في ترتيب المجموعه، لكن خلينا اكد ليكم ان مستر بيتسو موسيماني هيلعب ماتش النهارده طبعا على الفوز. والكلام الكتير على ان الفرقه مثلا ممكن تلعب النهارده بالبدلاء او لعيبه مش بيشاركوا اساسي، اعتقد ان هو مش في محله، لان مستر بيتسو محتاج ياكد ان النادي الاهلي فريق كبير والنادي الاهلي يستحق التواجد في دور الثمانيه بعد العثرات اللي حصلت في مرحله المجموعات كده بالتعادل مع المريخ والخساره من سيمبا هناك. وكمان فرقه سيمبا خلوا بالكم ما خسرتش ولا ماتش في البطوله السنه دي، واحد من اقوى الفرق ويعتبر الحصان الاسود للبطوله السنه دي، فمحتاجين طبعا نقدم مباراه كبيره قدامه في ماتش النهارده. لو هنيجي نتكلم على التشكيل المتوقع في الماتش، طبعا يعني ممكن يكون هو تشكيل الماتش اللي فات باستثناء واحد او اتنين كده ممكن يتغيروا. الفتره اللي فاتت طبعا محمود كهربا انضم للتدريبات بعد رفع عقوبه الايقاف عنه، ووليد سليمان كمان شارك مع الفريق في الماتش اللي فات بعد غياب طويل من شهر يناير للاصابه واصبح جاهز تماما للمشاركه في ماتش النهارده. الشكوك بقى حوالين مين؟ علي معلول فتره غيابه احتمال تطول وما يلحقش كمان ماتش القمه قدام الزمالك، وغير كده طبعا والتر بواليا اتعرض لاصابه خفيفه كده في التمرين، مش عارفين موقفه هيكون ايه في ماتش النهارده، يا ترى هيشارك ولا لا. كل التوفيق والدعم لفرقتنا في ماتش النهارده، وعايزكم بقى تقولوا لي في الكومنتس بقى رايكم وتوقعاتكم لتشكيل ماتش النهارده، هل يبدا مستر بيتسو موسيماني بالتشكيل الاساسي ولا يكون في بدلاء؟ ودي اللي انا بستبعدها الحقيقه، لان النادي الاهلي محتاج ياكد قوته ويأكد جدارته بالتأهل لدور الثمانية في ماتش النهاردة، ومحتاج كمان مستر بيتسو يحسن علاقته يعني مع الجماهير اللي مستاءة بعض الوقت من الأداء أحيانا. خلينا نشوف ماتش النهاردة هيحصل فيه إيه، ونشوفكم إن شاء الله يوم الأربع اللي جاي قبل ماتش النصر في دور الـ 32 لمسابقة كاس مصر. ويلا يا أهلي.